هي ومين هي ومين لو وقت اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين. يا مساء الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من هي ومين. زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم من الساعة 1 للساعة 2:30 على الهواء مباشرة. يوم السبت زي ما حضراتكم متعودين بيكون خاص بالشيف سامح صبحي، بيعمل لحضراتكم أشهى وأطيب الأكلات بناء على رغبات وطلبات حضراتكم. كنتوا الأيام اللي فاتت طلبتوا أكلات صيامي، فالشيف مشي كده زي سلسلة للحلقات الصيامي. برحب بحضراتكم وفي زمايل خلف الكاميرات وبيك يا شيف، الأخبار؟ الحمد لله. ازيك يا نرمين؟ الحمد لله تمام. هتعمل ايه النهارده كده؟ انت ماشي بقى في سلسله كده حلقات للاكل الصيامي، خصصت المره اللي فاتت الحلقه للعدس وعملت بقى اشكال كتير للعدس واستخدامات مختلفه. النهارده ايه الدنيا؟ النهارده هنرجع تاني للمشروب بتاعنا اللي احنا قلنا عليه. مساء الخير على حضراتكم. هنرجع بقى للمشروب بدل الزبده وكده. هناخد معانا النهارده حاجات كده حلوه، كل الاولاد اولادنا بيحبوا سلطه الكولسلو طبعا وبيتحرموا منها في الصيام، احنا هنعملها النهارده وهنعملها باللبن برضو، وهنعمل ملوخيه. احنا عملنا قبل كده الشلاوله والملوخيه الناشفه اللي هي على البارد، النهارده هنعمل الملوخيه الناشفه على السخن، ملوخيه ناشفه بالمشروب. هنعمل فطيره شرقي كده بالجلاش، محشيه خضار وغنيه كده بشويه حاجات كده خضار وشويه حاجات، وان شاء الله يا رب النهارده السفره تعجبكم. هتبقى احنا قلنا سفره الصيام واسعه وبتحتمل حاجات كتير. الناس اللي كانت اكتر من مره طلبت مننا كيكه صيامي، هنعمل كيكه صيامي. انا مش عارف يعني هي بتبقى يعني بتحبك في الصيام. لا بتبقى في ممكن مناسبات، ممكن حد عايز يعمل حاجه للولاد. لا هي إيه عشان بس إيه؟ لا وانا بضحك طبعا بضحك، لكن هو عشان دايما في الصيام تبص تلاقي الواحد يحب حاجه حلوه مع الشاي. أيوه. يحب ياخد حاجه بسكوته، ياخد. هنعمل بسكوت صيامي، هنعمل كيكه صيامي، هنعمل حاجات كتير يعني. تابعونا وانتظرونا وان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم. هنعمل دلوقتي الكيكه الصيامي، نبدا بيها عشان تاخد في الفرن حوالي 45 دقيقه كده، وهنشوف هنعمل فيها ايه. جميل. دي كده كيكة البرتقان كنت قايل يا شيف. بالبرتقان. هنعملها بالبرتقان. طيب احنا ممكن نشوف المقادير مع حضراتكم على الشاشة. احنا قلنا المقادير بتاعت الكيكة دي 2.5 كوباية دقيق، وقلنا 1.25 كوباية سكر، وكوباية وشوية برتقان، او كوباية وربع، او كوباية يعني شوية صغيرين كده نكمل يعني عليها. اللي بناخده ناقص من السكر بنحطه في السايل اللي هو البرتقان، يعني دي 1.25 كوباية، يبقى دي 1.25 كوباية. ناخد معانا 0.5 كوباية زيت، ناخد معانا بص نبتدي تابعونا، ناخد معانا 1.25 كوباية سكر. ماشي خلينا نبدا على طول. 0.5 كوباية زيت. كوباية لربع سكر، 0.5 كوباية زيت. هناخد بالكوباية اللي احنا عايرنا بيها المج. الكوباية لو عايرته بأي كوباية كان هي اللي هتمشي بيها لغاية آخر المقادير يعني. هناخد معانا كوباية برتقان متصفي، هناخد معانا 1.25 كوباية. ادي كوباية وادي الربع بتاعها اهو، حبة صغيرين ونتوصى، بس ما نتوصاش قوي في المقادير عشان ممكن تبوظ. كده اللي هي المكونات السايله مع بعضها. بالظبط كده. هناخد معانا كمان شويه بشر برتقان كده، بيقدر معلقه معلقه ونص يعني. هو عموما بشر برتقان بيديها نكهه وطعم حلو وبيخلينا نستغنى عن الفانيليا. ماشي حلو كده. نضرب الكلام ده كله في الخلاط، في المضرب السلك، في اي مكان الموجود عند حضرتك لغاية لما السكر يختفي. Thank you.
نضرب كده لغايه لما القوام يمسك في بعضه كده الحاجات كلها تخش في بعض يعني، وبعدين الـ الـ السكر يدوب خالص يعني. ريحة البرتقال بقى بتطلع لما تدخل بتطلع الفرن. بتخلي ريحتها حلوة جدا اللي هو قشر البرتقال، لان بيبقى فيه الزيت بتاعه يعني وكده. كده حطينا المكونات السايلة مع بعضها يا شيف، وعلشان تدينا القوام اللي انت بتضربه دلوقتي. برافو عليك. ماشي. انت بتقولي ايه؟ يلا بقى. لا ما قلتش. نعم انا لازم اعرف. طيب تمام كده؟ ماشي حلو قوي كده. السكر والزيت والبرتقال والبش بتاع البرتقال بالظبط كده. يبقى احنا عايزين ايه بقى كده؟ طيب هنحط هنا معانا كيس بيكنج باودر على ال على ال الدقيق. انا برضاش افكه عشان ما يبردش يعني. ورشه ملح كده صغيره على كوبايتين ونص دقيق. ماشي. طبعا منخولين يعني. وبعدين بن بن بنظبطهم كده. ونبتدي ننزل بيهم حبه حبه. على ال يعني المواد اللي ضربناها. ننزل بيهم شويه شويه كده. انا بفكر حضراتكم بارقام التليفونات على الشاشه للي عايز يتواصل مع الشيف، عايزين اي حاجه تسالوا عنها، جربتوا حاجه وعايزين تقولوا طلعت ايه، او في حاجه مثلا طلعت فيها حاجه مش مظبوطه ممكن تسالوا الشيف عنها النهارده. شيف سامح معاكم وهيجاوبكم عن اي حاجه انتوا عايزين. نعمل الضرب كده لغايه لما نشوف التكتلات، وبعدين الدقيق يكون منخول مرتين ثلاثة كده، ندخل فيه كمية هواء يعني. حلوة قوي. احنا كده بدأنا بكيكة البرتقال. أول حاجة الشيف عملها حط البرتقال والزيت والسكر مع بعض والبشر بتاع البرتقال وضربهم هم كلهم مع بعض كده، كأن بنضرب المكونات السايلة مع بعضها. وبعدين ابتدى يضيف الدقيق عليه البيكنج باودر ورشة الملح واحدة واحدة على المكونات اللي احنا حطيناها في الأول. طبعا انتوا شايفين بقى كده القوام تقل. والعملية بقى ايه؟ هندي معلقة خل، معلقة واحدة. ماشي. طبعا بقى ايه القوام تقل كده والعملية بقى ايه؟ احنا بنوصل لسمك معين يا شيف صح؟ طبعا. اهم حاجة بس بنضرب الكيكة في اتجاه واحد كده بالمضرب من تحت لفوق كده، مش بنعجن يعني، لغاية لما احنا اتأكدنا خلاص ان الدقيق ما عادش فيه تكتلات. طب احنا عايزين بس نخففها شوية كده، هنخففها بشوية ماء بتغلي غليان يعني، بتغلي ننزل عليها بشوية ماء بتغلي لغاية لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. يا سلام. ما ينفعش ازود مثلا شوية برتقال من اللي كنت شوية ايه؟ ما ينفعش تزود شوية برتقال مثلا؟ لا خلينا نزود شوية ماء بتغلي. ماشي. ليه الماء بتغلي؟ ليه بقى؟ هتفتح لونها وهتخلي الدقيق يفتح كده وتبقى هتشوفي دلوقتي هتدينا نتيجة هايلة يعني. ماشي. إن شاء الله يعني. نجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها، وزي ما احنا متفقين يا إما سمنة ودقيق يا إما طحينة. تقول لي الكيكة طحينة أقول لك طحينة. سمنة ودقيق في اللي هو أو طحينة. ده علشان تحميها من النار يعني. لا مش عشان تحميها من النار، هي أولا الطاسة يعني الصينية مش بتلزق يعني، النوع ده مش بيلزق، لكن يعني زيادة كده برضو إن أنت تعمليها تنزل معاكي على طول يعني، ما تبقاش ماسكة يعني. ان ممكن برضو تبقى ما انتيش عارفه الظروف الطوارئ ايه. انت بس تدعي لنا ان هي تطلع كويسه. لا تطلع كويسه يا شيخ. عشان تبقى ايه، ايه رايك انت؟ لا تسلم ايدك. تطلع كويسه ولا طبعا. مش ايه؟
حلو قوي. خلاص كده هناخد استاذه مادلين. مساء الخير. لو مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم منورانا. اتفضلي شوف سامح معاك. لو سمحت عايزه اعرف طريقه عمل الطحينه. طريقه عمل ايه؟ الطحينه. اهلا بحضرتك الاول، كل سنه وانت طيبه. وانت كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليكي، ميرسي على المتابعه بتاعتك يعني. ميرسي. الطحينه على طول على فكره. ربنا يخليكي ميرسي. الطحينه احنا قلنا الطحينه الاصليه سمسم متحمص و طب ممكن اقفل وحضرتك تقول عشان انا بكلم الموبايل؟ ايه يا فندم؟ ممكن اقفل وحضرتك تقول عشان بكلم. اتفضلي فندم. اتفضلي اتفضلي يا فندم، ميرسي على الاتصال. اتفضلي. اتفضلي. شكرا جدا استاذه مدلين، الشيف هيجاوب عليكي. حاضر. ال احنا قلنا الطحينه سمسم هي ليها مطحنه على فكره بتتباع في وسط البلد، مطاحن صغيرة كده بتحطي فيها السمسم من الناحية دي، بينزل من الناحية دي طحينة. كويس؟ سمسم مطحون. أنا ما بفضلش الطحينة اللي هي زيت ودقيق وسمسم. بيعملوها ويقول لك في الخلاط ونحط كوباية وكوباية وكوباية، أنا ما بفضلش الكلام ده. أنا بفضل سمسم مطحون وخلاص على كده. سمسم مطحون يعني مثلا لو سمسم توديه مثلا مطحنة يطحن ولا فين في البيت؟ لا هي مطحنة مش مطحنة زي بتاعت الفلفل. أيوة. لا هي عصارة. يعني زي بيتعصر كده بتفرمه بينزل من الناحية التانية طحينة. أيوة بس ده هي بتسأل في البيت لو عايز في البيت. ما هو في البيت مش هيتعمل السمسم لأن الخلاط مش هيجيبه. ولازم تديله زيت ولازم تديله حاجات، فمش بيبقى ظريف يعني. اللي في البيت اللي بيعملوها أو اللي هي بقى بتسأل عليها اللي هم بيحطوا طحينة، نحط مثلا نقول مثلا إيه نص كوباية مية كده مغلية. ماشي. حبة صغيرين كده ونبتدي برضو ناخدها معانا كده نلفها ونشوفها توصل معانا. فك تاني. لا هي ما كانتش ماسكه عشان تفك، بس هي بنخف القوام بتاعها شويه سنه كده صغيره عشان احنا هنعمل. انا يعني الكيكه دي مش هكتفي كده، ما تطلع انا هسقيها بالسيرب عشان تبقى في مكان تاني يعني. كده القوام بتاعها معقول شويه. معقول. ناخد. زمالك مساء الخير. ناخد معانا كده. اهلا بحضرتك يا فندم. بص ما استاذنك تعلي صوتك شويه عشان مش سامع. ايوه يا فندم معاكي. اهلا بيكي اتفضلي. شيف سامح معاكي يا فندم. ايوه شيف سامح. اهلا بيكي يا فندم، اهلا بحضرتك. اتفضلي. عايزه كباب بالحله. عايزه ايه؟ كباب بالحله. كباب الحله؟ اه يا فندم. انت فتره ولا ايه؟ حاضر من عينيا. حاضر. طيب استاذ مالك احنا بنشكرك جدا، شيف هيجاوب عليكي. حاضر. مسكنا واحدة فترة. احنا كنا عملنا قبل كده كباب الحلة على فكرة، لو رجعتي للحلقات اللي فاتت هتلاقيه. احنا بناخد اللحمة بتاعتنا ونبتدي نسويها منها فيها بميتها. بناخد معاها بصلاية صغيرة كده مكعبات، وبنبتدي ننزل ونبتدي نقلب 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 لغاية لما اللحمة تستوى بمكوناتها من غير إضافات. وبعدين نبتدي نطفي فيها فحمة وبيبقى أحلى كباب. ناخد الكيكة بتاعتنا ننزلها كده في الصينيه ونبتدي نخبط عليها كده ثلاث اربع خبطات، نطلع الهواء اللي فيها ونبتدي نوديها الفرن تقعد معانا 45 دقيقه وربنا يستر تطلع كويسه. طيب حلو قوي. شيف جاوبت استاذه ملك عن كباب الحله. كيكه بنحطها على 200 درجه او 180 درجه، بس من 200 يعني الفرن تشتغل من تحت لمده 45 دقيقه. احسبي معايا وفكريني. ماشي. اوكي. طبعا احنا بنرحب بكل اخواتنا اللي بيتابعونا، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه رمضان، والشيف برضو معاكم وهيجاوبكم عن اي حاجه انتوا عايزينها. لازم هعمل حلقه برضو كده قبل ما رمضان يخلص ان شاء الله، كل سنه وهم طيبين، ونعمل حلقه كده حاجه جميله يعني. طيب نخش بعد كده نعمل الكولسلو بتاعنا عشان نسيبه، بس الاول نجيب الملوخيه الناشفه يا جماعه. احنا لما نيجي نطبخ ملوخيه ناشفه هنخمرها زي ما انا كنت قلت ايام الشلولو، وهنحط فيها شويه ميه مغليه ونبتدي نعجنها كده.
نخمرها يعني. احنا بنقول عليها كده ان احنا بنخمرها يعني. ايوه ده ليه؟ مش عارف تجاوب عليا، مش عارفه مالك. لا عشان بس ايه، هي في ناس يعني، بصي هي ممكن نشتغل كده وممكن نشتغل وهي ناشفه على طول. احنا بس انا بفضل انا بفضل اخمرها عشان اجيب العرق بتاعها، يبقى ليها عرق زي الملوخيه الخضراء. ماشي، عشان يبقى ليها عرق زي الملوخيه الخضراء. وصلت؟ ماشي. احنا بقى ايه، بدل الملوخيه بالجمبري ملوخيه مش عارفه ايه، النهارده الملوخيه بالمشروم، بما انك يا شيف هتعامله معامله اللحم. طبعا احنا اتفقنا، احنا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان المشروم في الصيام احنا بنشتغل بيه كتير، و و و والشغل بتاعنا طيب. ومقادير الملوخيه الناشفه بالمشروم قدام حضراتكم على الشاشه. شايف اول حاجه اننا بنخمر الملوخيه، تمام. حلو يا شيف، بتدي للناس كده تريكات ممكن يكونوا مش متعودين عليها خالص او ما حدش جربها قبل. طبعا لا، هو الناس بس يعني حاولوا تجربوها، هتلاقوا يعني جربوا الكلام اللي انا بقوله كده وشوفوا الشغل بتاعه بيبقى عامل ازاي. يعني احنا قلبناها ملوخيه خضراء اهي، هنسيبها بقى كده بس خمس دقايق لغايه لما نخلص الكولسلو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. ماشي، نجيب الكولسلو واحنا قلنا الكولسلو انتم متعودين ان انتم تعملوه فطاري او باللبن، فاحنا هنعمله برضو باللبن. معانا الكولسلو كرومبة صغيرة، مش لازم حتى ناخدها كلها يعني. كولسلو، طيب خلينا ناخد استاذة مريم يا شيف. اتفضلي. اهلا استاذة مريم. ازي حضرتك يا شيف؟ كل سنة وانت طيب. ازيك يا استاذة مريم، الله يخليكي. تسلم ايديك على الكيكة الجميلة دي. ربنا يخليكي، ميرسي ميرسي يا استاذة مريم. معلش انا عايزة المقادير بتاعتها وتشرحلي عملتها ازاي. بتاعت ايه؟ الكيكة بتاعت البستان. حاضر يا فندم. صب البرتقال ده بس عشان نشربه واحنا بنشتغل. جدا، احنا هنطلب من مخرجنا الجميل يطلع المقادير، حضرتك تشوفي المقادير مره ثانيه والشيف برضه هيكرر لك الطريقه مره ثانيه. هناخد معانا الكولسلو، هقول لحضرتك يا استاذه مريم حاضر على الـ على الـ مقادير الكيكه، يا ريت تطلعوها على الشاشه وانا هقولها لحضرتك دلوقتي حالا اول ما اخلص بس الكولسلو. اوكي ماشي، قدام حضرتك يا استاذه مريم على الشاشه، ممكن تنقليها والشيف دلوقتي هيقول لك عملها ازاي. تمام، هناخد معانا بنجرايه صغيره كده مبشوره، هنغير الاتجاهات خالص بتاعه الكولسلو. دي ما حدش بيعملها يعني، ما حدش بيحطها، بس انا هغير الاتجاهات وهغير اللون وهغير الطعم وهيبقى طعمه جديد وجميل يعني. وحاولوا تجربوها عشان دي سلطه مختلفه شويه ومغذيه جدا وطعمها حلو قوي. حلو قوي، حلو ان احنا كمان ينفع نعملها في الصوم يعني، ما تبقاش ان احنا او اللي بيحب الكولسلو ما يبقاش بس في الفطار يعني. بالظبط. برضه مقادير سلطه الكولسلو كانت قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي، اتمنى تكونوا تابعتوها. والشيف اول حاجه حطيت الكروم، وحطينا بنجرايه، تمام، الكرومب والبنجر متقطع صغير، كل الحاجات متقطعه صغير، البنجر مبشور. بالظبط كده. وهنجيب معانا الخلاط الملبوس ده عشان نعمل الكولسلو بتاعنا زي ما احنا متعودين نعمله. البنجر والجزر، احنا حطينا بنجر وحطينا كرومب وحطينا جزر. هناخد بقى معانا لبن جوز الهند، واحنا قلنا المره اللي فاتت اللبن جوز الهند احنا بنعمله ازاي، قلنا بننقع اللبن، بننقع بنضرب جوز الهند ننقعه في الخلاط او في الكبه، وبعدين بننقعه في ميه بتغلي ساعه زمن، وبعدين نضربه في الخلاط ونصفيه في مصفى ناعمه. وبصوا بيعلم في الازازه ازاي، لبن حليب اهو، هنبتدي نشتغل بيه الكولسلو. بنشتغل باقل التكاليف وبحاجات صغننه كده يعني، نحط شويه الملح بتوعنا، نحط معلقتين ثلاثه سكر، وهندوق نشوف القصه تمشي ازاي. معلقتين طبعا لازم يبقى مسكر.
لازم يبقى مسكر. وبعدين انت بتنقضيني، خلي بالك وبتنقضي الشغل. ها لا خالص، اما هم اللي انت بتقولي ايه دلوقتي؟ تكريم بس بزياده يا شباب. ايوه استر يا اللي بتستر. طيب استنى يا شيف، ناخد استاذه دميانة. استاذه دميانة مساء الخير. اتفضلي يا استاذه دميانة. استاذه دميانة الو. طيب لغايه لما تبقى معانا مره ثانيه كمل حتى انت تدوس. هنحط فنجان خل. احنا حطينا فنجان خل. ايوه كده يا شيف. ده اللي في الخلاط، لبن جوز الهند بس والسكر كده. لبن جوز الهند والسكر والملح. لبن جوز الهند والسكر والملح. والملح اوكي. اوكي انا مش عارف الخلاط جراله ايه بس ماشي. طيب احنا المكونات اللي هي الاساسيه للكولسلو الكروم والجزر والبنجر. والشيف قال النهارده بقى ايه، هيعمل كولسلو مختلفه عن الكولسلو التقليديه اللي متعودين عليها. تمام كده ماشي. هندوق بس القصه ماشيه ازاي عشان نعرف الملح بتاعها عامل ازاي. يبقى احنا حطينا ايه هنا؟ كرومب. قولي بقى يا استاذه كده. كرومب وجزر وبنجر. ايوه كرومب وجزر وبنجر وملح وسنه خل وسكر ولبن جوز الهند. ولبن جوز الهند مش فاضل غير. خلصنا الكولسلو ماشي. السلطه الكولسلو بتتاكل بقى جنب اي حاجه. ممكن بقى نخرج يعني كده كان الولاد خارجين، فنخرجهم خالص بقى بره المود الصيامي وان احنا مش عارفين نعمل لهم، او السلطه الخضراء على طول. لا كده مختلفه، ممكن جنب البطاطس، جنب الساندوتشات، جنب اي حاجه ممكن نعملها في البيت، ان هي تكون الحاجات اللي هم متعودين عليها في الفطار مش عارفين ياكلوا جنبها ايه في الصوم. عملناها بلون مختلف. أوه. لونها مختلف شويه. اديناها اللون البينك أيه. الجزر مع البنجر اداها اللون البينك. زودنا قيمتها الغذائيه. حطينا فيها لبن جوز الهند، هي بنفس طعم الكولسلو الثانيه. تماما يعني، لكن احنا علينا قيمتها الغذائيه شويه، وحطينا فيها البنجر خلاها بينك شويه وعلى قيمتها الغذائيه. وهنبتدي نسيبها شويه وبعدين نغرفها معانا في اخر الحلقه. ماشي حلوه قوي. كويس كده. احنا الكيك حتى لو يعني اللي بالبرتقال ما بنفتحش عليها صح؟ ما بنفتحش على اي كيكه قبل نص ساعه. ماشي. والكريم كراميل كمان لما بندخله الفرن ما بنفتحش عليه قبل نص ساعه. طيب كويس. هنخش على الملوخيه عشان الفطيرة هتبتدي تاخد مننا شغل شوية. فاحنا هنبتدي نشتغل الملوخية، وهنبتدي نعمل واحدة ملوخية ناشفة رائعة ومغذية جدا. نجيب الحاجة بتاع الملوخية، احنا عملنا الملوخية اهي كويس. نجيب بقى معانا قرن فلفل حراق، ومعانا بصلة، ومعانا بصلة مبشورة، طماطمية مبشورة، معانا مكعب مرق للمرة الأولى. للمرة الأولى. وأنا ممكن ما أحطوش. كويس؟ هندوق الطعم. ظبط؟ أوكي ما ظبطش خلاص هنحطه. لكن أنا بقول لكم هو هيظبط، الطعم هيظبط. أنا بحاول على قد ما أقدر أتجنب استخدام المرقة والكلام ده كله، لكن لو احتاجناها مفيش مانع من مكعب فقط. ونشوف هتمشي الدنيا معانا إزاي. طيب هنبدأ في الملوخية الناشفة بالمشروم، والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة. تمام. هناخد معانا قرن فلفل حراق كده يحل الكلام بس معانا، يظبط كده الاداء في الملوخيه الناشفه. بما ان انا هعملها بنفس طريقه الشلاوله وبس
على البارد على السخن. اولا هي من الحاجات الحلوه جدا اللي بتبقى رائعه جدا بشوربه اللحمه الملوخيه الناشفه دي، واللي بتبقى حلوه قوي بشوربه اللحمه الضاني. فانا يعني وهجيب لها الشطه كمان الناشفه بتاعتها. انت شايف بتخلي الناس يعني هم يعني طب ايه يرفضوا المشروم ولا ما يعملوهاش بالمشروم ولا ايه؟ لا هنعمل حاجات حلوه قوي النهارده. طيب. معانا بصله في حجم اليوستفنديه كده، نبتدي ننزل بيها هنا كده. استاذه دميانة مساء الخير. النور. اهلا بحضرتك يا فندم منورانا. الله يخليك. اتفضلي شيف سامح معاك. عاوز الكيكة الصيامي. ايه يا فندم؟ هو الصوت مش واضح. الكيكة الصيامي. الكيكة الصيامي؟ الكيكة الصيامي؟ طيب. احنا لسه عاملينها حالا يا جماعة اهو. هات لي المقادير بتاعتها تاني لو سمحت على الشاشة. احنا قلنا كوباية الا ربع سكر ونص كوباية زيت وكوباية وربع عصير برتقال وكوبايتين ونص دقيق وكيس كيك شيف ورشة ملح ومعلقة خل وشوية ماء مغلية في الاخر كده نظبط بيها قوام العجين ونضربها كويس، ندوب السكر بعدين ندخلها الفرن 45 دقيقة على درجة حرارة 200 شغالة من تحت، وقبل ما نطلعها ب 10 دقايق نشغل عليها من فوق. لو انت عندك تحت وفوق خليها تشتغل على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة مش هيجرحك. نحط المستكة بتاعتنا بقى عشان احنا نتعامل مع المشروم معاملة اللحمة زي ما احنا اتفقنا. هناخد معانا المشروم 3 4 كده حلوين عشان انا هسيب ايه شوية كده لل لل حاطط البصل دلوقتي للفطيرة. ايه البصل ده؟ البصل. البصل بصلة كده مبشورة نكرملها بس كده شوية، يعني مش نكرملها تدبل كده شوية معانا ونشوف هنعمل فيها ايه. ناخد معانا المشروم بتاعنا. المشروم احنا قلنا يا جماعة بنمسحه بمنديل، بنغسله بالمية الساقعة ونشتغل بيه على طول، بنقشر القشرة الخفيفة اللي عليه، بس انا باخده بشتغل بيه على طول. يعني انا بغسله ومية ساقعة على طول وبشتغل بيه على طول في ساعتها. واحنا اتفقنا ان المشروم بيبقى كده، المشرومية المقفولة كده بتبقى دي فريش وهي بيضة كده من كل ناحية كده. جوه لما يبقى غامق من جوه يبقى ايه؟ لا هو من جوه طبيعته كده، لكن ما تبقاش مفتوحة عشان ما تبقاش مأكسدة وتبقى بايتة، يعني دي فريش. كويس اهو كله فريش اهو اهو كله ما بنفس الطريقة يعني. كويس بنحاول نقطعه بس صغير كده عشان يبقى ايه. انا هعمل الملوخية ده يا جماعة بنفس طريقة الملوخية بالجمبري، وهنتعامل مع المشروم على انه الجمبري بتاعنا، وهنبتدي نشوف القصه تمشي ازاي. حلو برضه ان الواحد يتخيل يعني. ما انت عيشي في الخيال بقى، الصيام ده يخليكي تعيشي في الخيال. وفي نفس الوقت صدقيني سفرته كويسه جدا وشهيه جدا وفيها تحركات كتير قوي وفيها حاجات يمكن انت بتكسلي تاكليها في الفطار فبتبقى شهيه جدا. ويعني ما لو نعمل كل حاجه برضا وكل حاجه بشكل كويس هتبقى معانا كل حاجه جميله، لان انا واحد من الناس بحب الصيام جدا وبحب الاكل بتاعه جدا. ناخد بقى معانا البصلايه دي خلاص كده تمام كده، بنجيب معانا الخل بتطفيها بالخل كده طشه خل صغيره كده ظريفه تغلي غلوه كده مع البصلايه. طيب حلو قوي يا شيف. وبعدين ناخد معانا المشروم بتاعنا ننزل بيه. اتفضلي يا استاذه، اتفضلي يا دكتور، قولي عايزه تقطعيني في الكلام؟ اتفضلي بقى قطعيني براحتك. مش انا اهو. اتفضلي قولي. طيب احنا كده خلاص كده يعني خلصنا كيكه البرتقال، خلصنا سلطه الكولوسلو، دلوقتي الشيف بيعمل الملوخيه الناشفه بالمشروم. وهنروح لفاصل يا شيف ممكن؟ نروح يا فندم، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. مرة تانية. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه. شيف سامح النهارده عمل كيكه البرتقال،
وعمل سلطه الكولسلو، ودلوقتي بنعمل ملوخيه المشروم. الاخبار يا شيف؟ خلاص احنا حطينا فص المستكة والبصل بتاعنا المبشور، وحطينا المشروم وقرن فلفل حراق كده يحل الكلام، وبعدين نزلنا بطماطمايه مبشوره على نفس الحله. ممكن ندي مكعب مرقه بعد اذنكم، يعني انا ما بفضلش، بس ندي مكعب مرقه يظبط الكلام كده ويخلينا يبقى ايه معانا شويه شوربه. ولكن هو المشروم هيدينا الطعم المظبوط. انا بتكلم عشان الناس اللي في البيت اللي بتعرفش تظبط الطعم، ماشي ممكن تظبطيه بمكعب مرقه مفيش مشكله، يدينا ناخد شويه ميه مغليه برضو. المشروم بقى يا شيف عشان ما نكترش الميه، بنحط حوالي 4 كوبايات ميه على كيس الملوخيه الناشفه او على ال 200 جرام ملوخيه ناشفه. هنسيبها بس تغلي شويه معانا كده 5 دقائق، وبعدين ما نيجي نحط مكعب مرقه نيجي نحط ملح، نخلي بالنا شويه عشان المكعب بيبقى حادق. بناخد معانا شويه كمون صغيرين، شويه فلفل اسمر صغيرين، شويه كزبره مش صغيرين. ملوخيه اديها كزبره ما تخافش، انا ما بحطش توم، كان عشان اللي كان الاستاذ اللي بيقول انا التوم ونفصل التوم والكلام ده كله، فاحنا اوكي انا نحط شويه بهارات لحمه صغيره عشان احنا تعاملنا مع المشروم على ان احنا حاطين حته لحمه كده صغيره في الملوخيه. وهنغطيها معانا 3 دقائق. انت وديتي الغطا فين؟ ماشي المقادير الملوخيه الناشفه بالمشروم قدام حضراتكم على الشاشه. طبعا شفتوا الشيف المراحل اللي عمل بيها الملوخيه. المشروم طبعا ليه فوائد كتيره جدا، هو يعتبر غني جدا بالبروتين اكتر من اللحمه كمان، يعني للناس اللي هي ممكن ما تهتمش قوي بالمشروم او في الصوم ما يبقاش فيه البروتين قوي، المشروم مليان بالبروتين زي ما الشيف قال لنا، ده ملك في الصوم. تمام كده؟ ناخد بقى معانا الفطيره الشرقي اللي هنعملها. الفطيره الشرقي اللي هنعملها دي هتاخد معانا شويه شغل بقى كده على الرايق على مهلنا، لغايه لما الكيكه تطلع ولغايه لما الملوخيه تستوى وبتاع، نكون خلصنا الكلام. تمام. انا نسيت احط شويه جوزة الطيب كده في الملوخيه، في الملوخيه عشان خاطر احنا قلنا بنعظمها شويه وبنعمل معاها شغل عالي، ان احنا ايه وريحتها باينه يعني. قلنا اللحمه رائعه جدا على فكره، ومن الاكلات اللي انا بحب ان هي تبقى موجوده دايما على سفره الصيام، يعني بدل ما نعمل فول ونعمل حكايات والبتاع، هي ملوخيه في دقيقه واحده بنعملها. بنبقى راجعين من الصلاه تعبانين مش عايزين نقف كتير، احنا في ساعه زمن اهو، هنعمل فطيره حلوه، هنعمل ملوخيه، هنعمل كولسلو، هنعمل حاجه حلوه، كل ده هيمشي معانا وهنظبط الدنيا. جنبها رز عادي يا شيف صح؟ الملوخيه دي بتتاكل بالعيش الناشف، العيش الطري مع الفطيره مع كده، نظبط الدنيا يعني. ماشي. ناخد معانا شويه زيت زيتون بقى، خلاص كده شويه زيت زيتون. ناخد معانا بصلايه. هي فكره الفطيره الشرقي دي في البصلايه دي، ان هي بتبقى بصلايه مكرمله شويه، بنكرملها شويه عشان تدينا طعم مسكر، ونديها اللون البني، ونديها معلقه سكر كده ظريفه ورشه ملح صغيره كده، ونخلي بالنا عشان ما نسرحش، احنا ادينا رشه ملح عشان لما نيجي نتبل ما نعملش القصه نبوظها. ماشي. اوكي. فطيره الجلاش بالخضار. دي فطيره الجلاش بالخضار. تمام. المقادير قدام حضراتكم على الشاشه. اول حاجه اللي حطينا البصل والملح وايه تاني يا شيف؟ وسكر. السكر. تمام. معانا جزر، معانا فلفل الوان، معانا فلفل اخضر وحراق، معانا حبه كرومب، بقيه الكرومب اللي احنا عملنا بيها البتاع، معانا شويه زبيب، معانا شويه زعتر، شويه قرفه. الفطيره دي مختلفه خالص، والحشو اللي هيفيد منها وهيطلع هنعمل بيه سندوتشات وناكله، او هنعمل بيه شويه مكرونه، او على حسب ما احنا واقفين والوقت يودينا هنعمل. ماشي. ماشي. احنا قلنا الكيكه هتخلي بالك منها عشان ما تسرحيش. احنا بقالنا قد ايه دلوقتي؟ ما بتسالينيش، انا قلت لك احنا ندخلها 45 دقيقه. شوف انت بقى، عشان هنفتح عليها من فوق 10 دقايق نحمرها. بالله حوالي 5 دقايق تانية. بالظبط كده. لا لسه شويه يا دكتوره. لسه شويه. 45 دقيقة قد ايه؟ لسه شويه.
لسه عليها بتاع تلت ساعة كده. طيب فإحنا هنبتدي نشوف هنعمل إيه دلوقتي. إحنا قلنا المكونات بتاع الفطيرة تانية يا دكتورة. ماشي. إحنا معانا خضار كتير جدا. حطيت البصل يتكرمل قلت. أيوة طبعا. ده مهم جدا بقى، لأن هو ده اللي هيدي أساس التركيبة كلها وأساس الطعم، البصلية المكرملة دي. حلو كده. احنا بقولك دي برضو هنعملها، هتحس دلوقتي ان فيها لحمة مفرومة وفيها كلام كده يعني. انا هخليكي تعيشي في الخيال يعني، تحس ان انت دلوقتي تحس دلوقتي ان انت بتعملي سفرة جامدة جدا. ماشي. المرة اللي فاتت كنا عملنا فطيرة، احنا المرة اللي فاتت عملنا ايه يا شيف؟ احنا المرة اللي فاتت احنا هنعمل الاول هنعمل الجلاش في الصينية بتاع البيتزا دي، وهنسويها قدامنا هنا على النار، وهنشوف القصه تمشي ازاي. ماشي. دي خلاص كده تقريبا، خلاص هننزل بالملوخيه بتاعتنا ونشوف لو محتاجه مننا حاجه هنعملها، مش محتاجه مننا حاجه يبقى احنا كده خلاص الموضوع خلص. طيب حلو قوي. كويس. اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه بتبقى موجوده كامله على صفحه هي ومي وصفحه ميسات، موجود الحلقة كاملة وموجود مقاطع لكل حاجة الشيف اشتغلها النهاردة، أو كل حاجة الشيف اشتغلها في الحلقة. عملنا كيكة البرتقال، عملنا الملوخية الناشفة بالمشروم، وعملنا سلطة الكولوسلو. دلوقتي بيعمل الشيف فطيرة الجلاش بالخضار. شايفة الريحة بقى دكتورة؟ ريحة الملوخية الناشفة دي أنا بحبها قوي قوي يعني قوي. بص احنا خلاص عملنا لها العرق بتاعها الظريف، بصي زي الملوخية التانية، بس هي طبعا محتاجة شوية مية صغيرين كده، هنديهم لها كده عشان نظبط القوام بتاعها. كوباية يعني حوالي 5 كوبايات مية على الكيس بتاع الكيس بتاع الملوخية. بص يا دكتورة بقى، بص القوام بقى بالعرق بتاعها بالمشروم اهو، جمبري كله جمبري اهو. فاحنا دلوقتي هنعمل كده، عشان التكتلات دي خلاص. او ايه اهو جمبري؟ لا ده مشروم على فكره. لا جمبري. قولي ورايا كده 3 مرات، جمبري 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 جمبري. خلاص كده. وهي ريحتها طبعا تحفه، طبعا ريحتها رائعه جدا. جميل يا شيف، تسلم. احنا حطينا التوابل ولا ما حطيناش؟ فين؟ على الملوخيه. لما انت حطيت صح كده، كزبره ناشفه وفلفل يدوق بقى، كمون يدوق بقى، والمرقه في الاول. عايز شويه ملح صغيرين. واحنا كده في السليم. حلوه قوي. نشيلها بقى من على النار. خلاص احنا خلصنا. هي الملوخيه مش بتتغلي صح؟ لا. طيب. بصي بقى الملوخية الناشفة والملوخية الخضراء مجرد ما تسقطيها في الحلة في النار. حلو كده؟ مش بتتغلي ومش بتتغطى. طيب ده كده برضو للي ما تابعش معانا من بداية الفقرة دلوقتي، احنا بدأنا في فطيرة الجلاش بالخضار. المرة اللي فاتت كان شيف عمل الفطيرة بالحلو، كان شيف اشتغلتها كحلو. المره دي احنا المره اللي فاتت، المره اللي فاتت على فكره بالمناسبه بالصدفه يعني، انت كنت سالتيني قلت لي هي تنفع تشتغل بتاع، وانا ما كنتش مرتب فعلا الحقيقه ان انا هعملها النهارده، لكن هي جت كده حظك يعني. طبعا تنفع. مره حلو. مره حلو ومره حادق، وبتتعمل باشكال كتير. وعايز اقول لكم حاجه ظريفه جدا، ان لما بنعملها بالجلاش افضل من العجين اللي بيتفرد، بيبقى طعمها احسن وبتبقى مره اكتر وبتبقى مقرمشه اكتر، فيها كذا ميزه يعني، واسرع واسهل يعني، لان العجينه الثانيه هي ما فيهاش حاجه، هي ميه ودقيق وملح ومعلقه سكر بس. هي مشكله العجينه الثانيه اللي هي بتاع الفطير الشرقي، مشكلتها انها بتحب ترتاح كتير. عجينه كسلاتيه يعني، مسميها عجينه كسلاتيه يعني، عجينها وترتاح، ونحط عليها زيت وترتاح، ونقرصها وترتاح. طبعا بتاخد وقت كتير جدا، لكن هي عجينه بسيطه وسهله، هي عباره عن ميه وملح ودقيق. لسه قايل دلوقتي بنريحها ومش عارفه. هي عشان كسلاتيه بس بتحب ترتاح كتير. كويس؟ خلاص كده؟ ماشي. معانا احنا قلنا
فلفل الوان وجزر وفلفل اخضر ومعانا كرنب. هننزل بكل الكلام ده كله دلوقتي، بس ناخد معانا المشروم الاول بتاعنا اللي هو اللحمه المفرومه. ماشي، اللي هو اللحمه المفرومه بتاعه الفطيره. كده عشت في الموضوع ان ده لحمه وده جمبري. ايوه انا عايش في التهيؤات دلوقتي. كل حاجه، بس هو فعلا القيمه الغذائيه للمشروم عاليه جدا. انا عايز اقول حاجه بقى عشان بس الناس تبقى مركزه معانا، يعني في ناس نباتيين بيتفرجوا علينا. على فكره يا جماعه الاكل ده مناسب جدا ليهم، هو طبيعي نباتي طول السنه، يعني بصرف النظر بقى يعني عن انه صايم او مش صايم، هو انسان نباتي بياكلش اللحوم وما بياكلش الكلام ده، فالحاجات دي بتبقى حلوه بالنسبه له. واحنا عاملين حلقات كتير قوي في الصيام اللي فات، وفي حلقات جايه لسه كتير، وبعدين لسه الصيامات جايه كتير معانا، والدنيا هتبقى معانا كويسه ان شاء الله، وهتاخدوا حاجات كتير حلوه يعني. خلاص ابتدينا البصله كده، ابتدت ريحتها تطلع معانا وابتدى الامور تبقى كويسه. ممكن لو مش عايز توم ما تحطش، ممكن نحط معلقه توم كده ناعم، او مع طعم التوم والبصل مع بعض بيبقى جميل. هناخد بس ريحته. تمام، ناخد ريحته وبعدين ننزل كله. او في الصوم يا شيف شغل لنا بقى انت السلسله كده، خضار كلها يعني، كلها حاجات مش دسمه، مفيده جدا، ويعني مفيد بقى كمان جانب الناس النباتيين اللي بيعمل دايت، اللي ما بيحبش الاكل تقيل بالليل، يعني كلها بالزبط. حاجات خفيفه برضه بالظبط. الملوخيه دي رائعه جدا يعني. جدا يعني بحبها قوي. طب دايبها جنبي ليه؟ مش خلصت؟ عشان تشم الريحه، عشان اجوعك. طيب هناخد استاذه مارسيل. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك يا فندم. انا يعني انا متابعه من البرنامج يعني من الاول. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، بس كنت بسال على المشروم، انا مش بلاقيه كويس يعني، بروح الاقي في السوبر ماركت كله مش كويس، فالاقيه فين يعني حلو؟ لو حضرتك من القاهره؟ في ميدان الجامع مليان، السوق بتاعه كتير جدا، المشروم ده موجود، وموجود في السوبر ماركت في السوبر ماركتات الكبيرة. وموجود في الأسواق اللي هي أسواق الخضار، يعني عند المحلات اللي بيبقى الخضراتية، المحلات الكتير موجود. على فكرة في كل حتة، ورخيص مش غالي. ورخيص مش غالي، وبعدين طعمه حلو وبيدي نكهة، ولما ميته بتنزل في الأكل كده بتسكره وبيدي طعم ظريف يعني. ماشي، شكرا. تحت أمر حضرتك يا فندم، شرفتينا. مشكورك جدا. خلاص خدنا كده البصلة المكرملة، وخدنا الـ 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 المشروم، وما حطيناش فص المستيكة اللي احنا بننساه دايما. لا حطيت على فكرة. حطيت؟ مش حط تاني. ماشي، مش احتياطي برضه. احتياطي. وهنحط حتة جوز الطيب برضو كده نحلي بيها الكلام. بصي على الكيكة كده يا دكتورة. بص عليها انت كده برضو احتياطي. بتتحرق تقول لي انت السبب. يعني دلوقتي انت بتساعديني ولا انت بتعملي تديني تعليمات؟ وانا عايز افهم بقى. انا مشوار كده لغايه الفرن، بس شوف ظروفها ايه، تعالى تاني. عموما خلاص احنا بصي بقى كرملنا، انا مش عارف مين عندي فوق، بص كده على الطاسه احنا كرملنا البصل وحطينا معاه المشروم، وهننزل بقى بقيه القصه كلها تدبل مع بعضها، كلها مساويه بعضها يعني. نحط الكرنب وهنحط الفلفل الالوان. يعني اول مرحله هي اللي بتاخد شويه وقت، بس عشان نكرمل البصل. بس ندي الطعم، لان هو اللي هيدي الطعم بتاع الليله دي كلها. ماشي، بعد كده بقى الخضار كله. بعد كده الخضار كله حطيناه اهو، ودخلناه كله في بعضه، ونسيبه بقى معانا كده ياخد له 10 دقائق كده، عبال ما ايه نشوف القصه تمشي معانا ازاي. بص تحسي عامله زي السلطه البلدي. حاجه من الحاجات المميزه جدا يعني. حتى الزيت يا شيف حطيت زيت زيتون يعني. زيت زيتون. ما فيهاش اي حاجه خالص. زيت زيتون، وممكن ندعم كمان، برافو عليكي، بشويه زيت زيتون كمان. نخلي الامور تعجل في السوى. كويس. قولي اتفضلي. استاذه مريم مساء الخير. الو الو، اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. اهلا
ممكن بس حضرتك اسمع يعني كلمينا من التليفون، محتاجين توطي بس التلفزيون شوي. انا بس يعني قلت الملوخية المشروب يعني انا مش سامع حضرتك خالص استاذ مايك، ممكن حضرتك تكلمينا مره تانية. كلمينا مرة تانية أستاذة مريم لأن الصوت مش واضح. نظبط التليفون يا جماعة، نظبط التليفون، ولو التليفون قطع يا ريت نطلبهم تاني أو هم يطلبونا تاني زي ما يكون يعني. طيب خلاص احنا كده هناخد بقى معانا فطيرة الجلاش دي، هنجيب معانا ربطة جلاش وأكل الصوم سهل مش مكلف وفي نفس الوقت قيمته الغذائية عالية. بقول على الأكلات النباتية أو الأكلات اللي هي كلها خضار مش مكلفة وفي نفس الوقت باخد القيمة الغذائية اللي الجسم محتاجها وبنوع، ممكن أنوع ممكن أحط حاجات كتيرة جدا، بس محتاج بقى إيه تفكير وإبداع زي ما تشوف بيعمل كده. اتفضل. ميرسي. هناخد معانا شوية الملح بتوعنا، شوية كمون صغيرين عشان فيه كرومب، عشان ما حدش يقول انت بتحط على الخضار هنا كل حاجه كمون، لا عشان احنا حاطين هنا كرنب فبنحط كمون. نحط شويه كزبره ناشفه، انا بفضل بقى الكزبره الناشفه كتير. ماشي. نحط شويه فلفل اسمر، نحط شويه بهارات لحمه. جميل. نحط شويه قرفه، معلقه يعني على طرف المعلقه كده قرفه. حلو قوي. نحط معانا زبيب لو عايزين، مش عايزين خلاص، بس انا عايز عشان اخليها زي اللحمه المفرومه يعني. تمام. حلو قوي. استاذنك ما نحطش بقى مرقه ولا حاجه. اتفضلي. اه هناخد استاذ فاروق. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه رمضان، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. منورين. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. انت طيب. رمضان كريم. انت طيب والله واكرم. ربنا يخليك. اتفضل. عايزك اكتب برتقال. عايز ايه؟ كيكة البرتقال. كيكة البرتقال طلعها لنا تاني يا جماعة على الشاشة. طلعها لنا تاني على الشاشة كيكة البرتقال من غير لبن ومن غير بيض ومن غير منكهات، هو بالبرتقال بس. احنا عشان نعجل بس بالتسوية دي نقفل عليها شوية كده. المقادير قدام حضراتكم يا أستاذ فاروق. بص على الكيكة بعد إذنك. كيكة البرتقال دلوقتي هنشوف النتيجة، هي بتقعد حوالي 45 دقيقة في الفرن زي ما الشيف قال لنا، وما فيهاش أي حاجة خالص، اللي هي بس زيت والبرتقال والبشر البرتقال، وزي ما حضرتك شايف المقادير. طريقتها سهلة جدا ومش بتاخد وقت، وفي نفس الوقت ناس كتير سألت على الكيك يا شيف. اه هي أصل كيكة حلوة بصراحة. وريحتها حلوة قوي. كنت مستغرب في بداية الحلقة ان ليه الناس بتطلب الكيك الصيامي كتير. هو انا بصراحة مستغرب، بس هي يعني رزقهم طالع كويس، هي الكيكة خلصت وطعمها حلو جدا. وشهية جدا. حلو جدا. دي دقتها هناك ولا ايه؟ اه طبعا. الريحة تقول لك هي بتعمل ايه. بصي عاملة ازاي. تسلم ايدك. حلوة قوي. جميل. حلو كده. هي بشقاقه اهي وشقه نفسها، فاحنا هنعمل حاجه ظريفه جدا كده على السريع. هنعمل حاجه حلوه قوي كده. على مهلك. على جميل. طبعا بقى ايه عزومات، في مثلا مناسبه كويس. في مناسبة للفطار زي ما الشيف قال، في حاجات كتيرة جدا للكيك بقى، وحضراتكم ده مهتمين جدا بالكيك يا شيف. احنا محتاجين. انا عندي شوية سيرب من المرة اللي فاتت من بتوع القطايف، بتوع الكنافة والحلويات. فاحنا بقى ايه هنسقيها كده ونظبطها على خفيف كده. تمام. استاذة سهير مساء الخير. مساء النور. كل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك وحضرتك طيبه. اهلا بيك. ممكن اتكلم شيف سامح؟ اتفضلي شيف. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ازيك يا شيف سامح، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت حضرتك. كنت عايزه صينيه المكرونه بالخضار بس في الفرن. انت شفتي حضرتك الخضار اللي احنا عمالين نعمله ده؟
ما انا كنت لسه اقول لحضرتك ممكن نحطه في المكرونه. اما انا لسه هقول لك اهو. شايفه اللي انا بعمله ده؟ ايوه. ما تعمليش بيه جلاش. ايوه. اسلقي مكرونه وحطي عليه طماطمايه مبشوره وحطي المكرونه عليه ودخليه الفرن هيطلع معاكي 10 على 10. طب احط ايه على وش الصينيه من فوق؟ بطاطس مسلوقه ولا احط ايه؟ حطي ترنشات طماطم. ما احطش اي حاجه تانية غير كده؟ لا لا لا، ترنشات طماطم كده ظريفه كده رقيقه هتطلع معاكي 10 على 10. هي تقصد الطبقه اللي هي زي البشاميل؟ ايوه اللي على الوش، يعني من غير بشاميل ولا اي حاجه، لان ما تقعديش بقى ايه المكرونه دقيق وانت تعملي دقيق وتحطي دقيق، والبشاميل الصيامي اساسا كله دقيق على الفاضي. فيبقى احنا نعملها من غير دقيق ونعمل بالخضار، مكرونه تبقى غنيه قوي بالخضار، وحضرتك هتحطيها على الفرن وتدخليها وتحط عليها ترنشات طماطم تطلع مقرمشه من على الوش كده جميله، ولو سبتيها 10 دقائق تهدى هتطلع خرط زي المكرونه الفرن بالظبط، وهتطلع احلى واجمل لان الخضار رائع وبيدي طعم جميل جدا يعني. حلو قوي، نشكرك جدا استاذه سهير. هم ريحه الخضار طبعا هايل يعني، انا عايز بس ادوقه. مشكله. ندي بقى أستاذة دكتورة دبس الرمان من قبل ما أشوف. عشان نشكل، عشان بعد ما تطلع الفطيرة هنديها دبس رمان كده. كويس؟ لأن أنت محتاجة تبقى مسكرة معاكي، فأنا حاطط زبيب وهدي معلقة سكر كمان. كويس؟ فأنت معاكي الزبيب مع القرفة بقى مع الحاجات. برافو عليكي يا دكتورة، تديكي طعم رائع جدا. سنة قرفة كمان بزيادة اهي عشان خاطرك. ليه بقى؟ دبس الرمان هيجيب مية الخضار عشان انا عايزه يبقى ماسك في بعضه شوية كده زي ما انت شفتي كده. كويس؟ اهو ماشي كده. حلو قوي. تمام، حلو كده. هنبتدي نفرد بقى الجلاش بتاعنا عشان الموضوع هياخد وقت في تسويته شوية. خلاص احنا مش عايزين دي في حاجة، خلاص حطينا الحاجات السخنه. هنجيب بقى الجلاش بتاعنا عشان دي هتاخد معانا شويه شغل كده ظريف. ماشي، لفه جلاش عاديه. زي ما نشوف عمل كده الخضار، نحط بس عليه الفوطه عشان ما ينشفش. وبعدين هقول لك هنعمل ايه. هنجيب بوله بقى من بتاعتنا دي الجميله دي. نجيب دي الاكبر شويه، نجيب شويه لبن جوز هند، نجيب شوية لبن جوز هند، نجيب شوية زيت. طبقات يعني؟ نجيب شوية زيت. طبقات ولا عشان تسقيها ولا استنى لما اشوف ولا ايه؟ نجيب شوية طبقات جوز هند. طيب. ونجيب معانا مكعب مرق عشان خاطرك بقى. اخر يبقى كده انا بقى كده في سنة كاملة اخدت مكعبين مرق. ماشي؟ هناخد بس المكعب ده ندعكه كده معانا شوية. ماشي. كويس؟ ندوبه معانا هنا. طيب. اتفضلي قولي. احنا كده ايه، خلص الخلطه اللي هي هتتحط في فطيره الخضار، ودلوقتي ده الماده السايله اللي مش عارفه هتعمل بيها ايه، هنشوف دلوقتي. بس هنروح لفاصل يا شيف ونرجع تاني، ممكن؟ اتفضلي. طيب هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا. هو ايه احنا كده؟ اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. دلوقتي بنعمل فطيره الجلاش بالخضار. هناخد بقى معانا لبن جوز الهند ومكعب المرقه وشويه الزيت، وبندهن بيهم الطبقات بتاعتنا اللي احنا بين الفطير. كويس، بنحط في الصينيه كده الطبقات عكس بعض، الورق عكس بعض كده عشان يقفل معانا، عشان انا مش عايز الحشو يهرب مني بره. بعدين النص اللي تحت ده احنا مش بنحاول ندهنه قوي، لان هو هيتحط عليه الحشو فهيبقى الصوص بتاعه كتير يعني. فهنحط كده عكس بعض كده. دول كام ورقة؟ 1 2 3 4، لسه ورقتين كده.
5 تمام، 6 ورقات كده اعتقد، يعني هم 6 و6 اعتقد كده. ماشي حلوه تمام كده. ده الجزء الاول للجلاش. اه ناخد معانا بقى الحشوه الحلوه دي. بصي بقى عامله ازاي. اه جميل كده اشتغلنا الفطير حلو، مره حلو ومره حادق يا شيخ. بصي القصه بقى عامله ازاي. جميل حلو قوي. نسيب دول بقى لو عشان نعمل مكرونه مثلا او حاجه. او نعملهم سندوتشات دلوقتي. سندوتشات دي لحمه مفرومه بالظبط. كويس، هناخد معانا الجلاش تاني كده من فوق، نعيد تاني الطبقات. خلاص مش هندهن دي بقى عشان دي اتبلت من ال من الخلط. اه جميل. نبتدي بقى ندهن كده الطبقات بتاعتنا دي. ونبتدي بقول لك واحده عكس واحده. اه عشان تقفل. اه احنا بس هنقفل بقى ايه معانا كده دلوقتي. مش زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت هقول لك ليه بقى دلوقتي. اه عشان هنبتدي نعمل حاجة تانية دلوقتي. يعني طرق برضو قفل الفطيرة بتختلف يا شيف. ايوه احنا بس اهم حاجة ان انت تقفليها كويس عشان الشغل بتاعنا ما يطلعش بره منها. ايوه كويس. احنا هناخد معانا اللي تحت، الطبقة اللي تحت بس. انا ايه ماشي جميل. أستاذة نيفين مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. ميرسي خالص على الحلقة الجميلة وعلى الإبداعات اللي الشيف بيقدمها لنا. ربنا يخليكي. اتفضل. ربنا يخليكي يا فندم. أنا بشكر ربنا إن أنا جايبة مشروم، هقوم أجرب اللي حضرتك بتعمله. ربنا يخليكي بألف هنا وشفا. ميرسي لحضرتك وربنا يبارك كل اللي تعمله. ميرسي خالص، شكرا. ميرسي على اتصالك. ميرسي خالص على اتصالك. شكرا. ربنا يخليك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. متشكر خالص على اتصالك. وطبعا انا بسعد جدا بان الناس بتجرب الوصفات اللي احنا بنعملها. واتمنى اللي يجرب يتصل يقول لي الاداء طلع عامل ازاي. ممكن تكتبوا على الصفحه كانت ايه النتيجه. ممكن لو عايزين حاجه او حابين حاجه الشيف يعملها تقولوا لنا عليها والشيف يعملها لكم. بالظبط كده. هنخلي بقى الطبقات دي معانا كده نقفل بيها من تحت الفطيره. تمام. عشان نبقى قفلناها من تحت ومن فوق. اه نحط كمان طبقتين كده زراف. اخر طبقتين كده نقفل بيهم. حلو قوي يا شيف. الشيف النهارده استخدم المشروم في اكتر من حاجه بطرق مختلفه تماما، يعني عامل المشروم في الملوخيه زي الجمبري بالظبط، ومشينا بيها خدنا فايده المشروم بطريقه مختلفه غير الطرق اللي احنا متعودين عليها. في فطيره الجلاش بالمشروم والخضار طبعا استخدم المشروم ان احنا ناخد الفايده منه كبروتين ومعاه باقي الخضار، يعني هنا اتعامل معامله اللحمه وهنا اتعامل معامله الجمبري. كده احنا بنقفل الفطيره. احنا عملناها بالظبط فطيره شرقيه. دي اخر واحده. لا في فاضل تاني كمان واحده، بس احنا ناخد واحده بس كده خلاص عشان ما تبقاش كده. نلم بيها الفطيره كده. حلوه قوي يا شيف. تقعد في الفرن قد ايه بقى؟ لا حضرتك احنا هنسويها بقى واحنا واقفين كده في شويه الفرن. ندهنها بس كده من فوق. ماشي. يعني حتى لو جاي لنا مثلا ضيوف بسرعه عايزين اسرع حاجه اهي. اه هنحطها هنا كده. اه اوكي على النار على طول. اه هناخد الكلام ده كله. ونشيل الكلام ده كله من هنا كده. خلاص خلصنا. ماشي حلو قوي. النهارده عملنا كيكه البرتقال وناس كتير سالت عليها ويعني لقت اقبال شديد يا شيف. كيكه البرتقال. اه طبعا. اه طبعا. اه
هقطعها دلوقتي هتشوفيها رائعه جدا، وخصوصا بعد ما حطينا عليها السيرب كمان. فهتبقى هايله قوي. حلوه قوي. عملنا سلطه الكولسلو، عملنا الملوخيه الناشفه بالمشروم، وعملنا دلوقتي فطيره الجلاش بالخضار. حلوه تمام كده. نشيل بقى الحاجات بتاعتنا دي. ماشي. نسيب الفطيره تتسوى زي ما عايزه تتسوى. اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه وما تابعش الحاجات اللي النهارده الشيف اشتغلها خلال الحلقه، ممكن حضراتكم بتلاقوا الحلقه موجوده كامله على صفحه هي ومي وصفحه ميسات. الحلقه موجوده كامله على بعض، وموجود مقاطع لكل حاجه الشيف اشتغلها. ولو في اي مقترحات او اسئله عايزين تسالوها للشيف اكتبوها لنا، والشيف هيجاوب عليكم على كل حاجه انتوا عايزينها، سواء للاكلات الفطاري او في فتره الصوم. تمام كده. هنبتدي بقى نرص الحاجات بتاعتنا ونقول عملنا ايه يا دكتوره. ماشي. ونشوف القصه. قلنا الخلطه دي ممكن نعمل بيها حاجه تانية. مكرونه. يعني خلطه المشروم بالخضار بالبصل المكرمل زي ما الشيف ورينا في الاول، وعليه كده زي سن الثوم اللي عايز يستغنى عنها برده مفيش مشكله. ممكن نعملها سندوتشات، ممكن نعملها للمكرونه زي ما استاذه مارسيل تقريبا بس انت قلتي سندوتشات، هعمل لك سندوتشات اهو. بس انا عايز اروق المكان كده عشان نبتدي نشتغل بشكل أظرف من كده. ماشي. يعني ما نوقفش نفسنا في المطبخ على حاجة معينة، ممكن في الفطار نحب ناكل حاجة بطريقة، في الغدا مثلا بطريقة تانية، يعني كل حاجة ممكن كمان تكون مناسبة للوقت بتاع. ماليش الصبح مثلا نفسي ان انا اكل مكرونة، ما حدش هيصحى يفطر مكرونة، ممكن ناكلها في الساندوتشات كده. يعني بتبقى الدنيا فيه مرونة شوية في المطبخ. هنجيب بقى الكولسلو ده اللي هو بقى شكله كده زي ما انت شايفه كده بالجمال الامور ده كده. ده كولسلو امور، ودي ملوخيه اموره، والفطيره بدات تطقطق اهي. طيب. سامع؟ طيب. استاذ سعيد مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك يا فندم. كويس. الحمد لله. اهلا بيك، اتفضل. شوف اتفضل يا فندم. انا عجبتني اول الملوخيه الخضراء مثلا النهارده، والاكل حلو اللي عملته النهارده ده عجبني جدا. ايه يا فندم؟ عجبتني الاكل اللي عملته النهارده، تسلم ايديك. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حبيبي، متشكر خالص، متشكر خالص. عايز تقول لي وصفه الملوخيه الخضراء بتعملها ازاي؟ ملوخيه ايه؟ خضراء. الملوخيه الخضراء؟ الملوخيه الخضراء بنفس الطريقه على فكره، بنفس الطريقه، مفيش فرق كتير يعني. هنعمل برضو بصل، وهنعمل نديها بصلايا كده، وفص فص توم صغير وبصلايا، وندورهم في البتاع، ونكون معانا الشوربه بتاعتنا، وننزل بيها على البصلايا، وننزل بالملوخيه الخضراء، ونتش لها بتوم وكزبره، دي ما بنتش لهاش. كويس. هنبتدي برضو. احنا قلنا ان طعم القصه دي بالظبط عامل زي اللحمه المفرومه كده، فاحنا ممكن نعمل بيه سندوتش كده يعني عادي خالص، وممكن نعمل بيه طبق مكرونه. حلو. ممكن نعمل بيه سندوتش كده. في ناس تعمل السندوتشات دي العصاج اللحمه المفرومه بيعملوا بيه سندوتشات، فاحنا برضو ممكن نعمل بيه سندوتشات، ويبقى رائع جدا من السندوتشات اللي تبقى فخمه جدا في الاكل. حلو قوي. ممكن مع السلطه كمان، مع سلطه الكولسلو بقى، مع القصه كده، نعمل حاجه تكون شهية جدا. كويس. ممكن نبوظ الدنيا ونحط جنبها بطاطس مثلا. لا يعني احنا ما عملناش حاجة مقلية اهو. وادي طبق سندوتشات كمان ظريفة اهو. حلوة قوي. ما كانش في الحسبان برضو زي كالعادة يعني. اهو نشيل دي بقى كده خلاص، ونشيل دي كده خلاص. تسلم ايدك يا شيف. يعني ممكن ان احنا نخترع كده بقى في المطبخ، ونعمل حاجات اللي يعني مختلفه عن الفطار، ان احنا بنعملها في الفطار بس نبقى مستغربين في الصوم ان هي تتعمل ازاي صيام. حلو قوي. السلطه طلعت لونها، السلطه لونها عامل ازاي بقى؟ السلطه لونها عامل ازاي؟ قولي لي كده بقى قصه. البربري اللي انت بتحبه. ايوه. الالوان بقى المضاد اللي الناس بتحب تاكل مثلا المكرونه بربري، السلطه هي الشيف عملها لكم بربري. لا انا ما بفكرش حكايه الباربي والكلام ده، بس انا بفكر في حاجه تانية.
ان احنا نعمل حاجة مختلفة تبقى شهية للولاد، يبقى شكلها حلو، لون حلو، وطعم حلو، بتبقى حاجة من الحاجات الفخمة جدا يعني. كويس؟ حلوة قوي يا شيف. كويس، ادي سلطة الكولسلو، ناخد الملوخية بتاعتنا. ممكن نقلب الجلاش ولا لسه ولا ايه؟ اه ممكن، بس انا بسخن له الصينية التانية عشان هنقلب من صينية على صينية. النهاردة عملنا الملوخية بالمشروم. الشيف عامل المشروم، شايف القوام عامل ازاي؟ جميل. اه اهي يلا. شايف القوام عامل ازاي؟ ناخد بقى نجملها، ناخد بس بسرعة كده، بسرعة نقلب ال نقلب الجلاشة عشان هي واضح ان هي تلاقي يعني اتعملت حرقت. اه واضح ان هي اتحرقت. ما يهمش، هي طبقات على فكرة، احنا ممكن نشيل الطبقة. كنت لسه رايحة اقول حلو في الجلاشة ان هو طبقات. لا ايش يعني، هي لو اتحرقت خالص اهي هشيل لك الطبقة دي، هتبقى 10 على 10 هنشيلها لان احنا كنا معلين النار. ماشي اهي، عشان ما تبقيش قلقانة من اي حاجة يعني. ايوه، الا ما كانتش بقى انا عملناها طبقات يعني. اه احنا في المره اللي فاتت، في الحلقه اللي فاتت، عملنا فطيره الحلو، شيف حشاها بالفواكه وكانت يعني من فوق بلبن جوز الهند والسيرم. النهارده عملنا فطيره بقى نفسها بالجلاش بس حادق. حلوه قوي يا شيف. تمام، هناخدها هنا كده على الهادي كده وبعدين نشوف هتبقى عامله ازاي. ماشي تمام التمام يا استاذه. خش كده ناخد الملوخيه بتاعتنا وناخد ده، احنا مش عايزين حاجه تاني صح؟ مش عايزين خلاص. حاجه تاني لا خلاص. خلاص تسلم ايدك. النهارده الشيف عمل لنا الحلو وعمل لنا الحادق، وان احنا ازاي نستخدم المشروم اللي هو بيسميه ملك السفره في الصوم. هو فعلا المشروم غني جدا بالبروتين، يمكن اكتر من اللحمه والفول كمان، مهم جدا، خفيف، ينفع ان احنا نستخدمه في اي وقت. يعني لو عايزين نفطر مثلا وما فيش حشو ان احنا نفطر الحشوات اللي هي الجبنات والحاجات دي، بنعمل زي ما عملنا كده في السندوتشات، نفطر ده في الفطار. الغداء اللي عملنا مثلا الملوخيه بالمشروم، عملنا فطيره المشروم. تسلم ايدك يا شيف. انت بقى سقينا الكيكه دي بالسيرب. اه هناخد بس معانا نشوف القصة، هل هي قوية ولا مش قوية؟ بس انا اعتقد انها تبقى قوية. حلوة. بعدين دي هتبقى عايزة معلقة، مش عايزة اشوفها عشان دي واخدة سيرب. بصوا عاملة ازاي؟ اه بصوا الكيكة عاملة ازاي؟ ايوه يعني الريحة بقى بتاعتها يا دكتورة. تسلم ايدك فعلا يا شيف. ايه رايك؟ ما حرمتهمش من حاجه. عملت كده؟ كمان حلوه تركه ان انا احط لها ميه بتغلي لون البرتقال. بصي لون البرتقال طالع عامل ازاي ولون الكيكه عامل ازاي، رائعه جدا، طعمها هايل خالص. انا عايز اجيب الالوان دي في النص كده. هدا قدام كده سندوتشات كناش عاملين حسابها. ملوخية. ملوخية ممكن نجيبها. الفطيرة جميل. دلوقتي خلاص الفطيرة خلصت. ماشي. تقريبا. النهاردة عملنا زي ما الشيف ورينا كده كيكة البرتقال، ناس كتير سألت عليها، وفعلا حضراتكم النهاردة استفسرتوا كتير عن الكيك. نوع خفيف حلو ما فيهاش أي حاجة خالص مكلفة، هي وطلعت نتيجتها حلوة جدا كمان، ونستخدمها بقى في العزومات، في الفطار للأطفال الصغيرين، حلوة قوي وتنفع في أكتر من حاجة. عملنا السندوتشات المشروم، سلطة الكولسلو لونها جميل النهاردة ومختلف، وعملنا الملوخية بالمشروم، وفطيرة الخضار بقى بالمشروم، بكل بقى الحاجات اللي حضراتكم عايزين تحطوها. عملنا الفطيرة حلوة وعملناها حاجة بالظبط كده. هنعمل بقى الفطيرة كده. نجيب بقى العجلة بتاعتنا دي ونشوف هنعمل فيها ايه. احنا مش هنسقيها حاجه دي يا شيف صح؟ لا دي هنحط عليها دبس رمان بس. ايه. اه زي جوه يعني. الحته المحروقه اللي مزعلاكي دي اهي هنشيلها خالص. ايه. ماشي.
كويس؟ حلو قوي يا شيخ. دي ممكن نحط عليها كده دبس رمان مزز كده ظريف، خيط كده كده، وبعدين ندوق بقى. ماشي. بعدين ايه؟ ندوق نطلع كده الفطيره كده. اه بصي بقى عامله ازاي، مورقه ازاي. لا مش مهم، شايفة؟ انا بص المهم انت بقى. انا تمام. ايه الاخبار؟ حلوه جميل. دبس الرمان موديها في حته تانية خالص. حلوه قوي، تسلم ايدك يا شيف، ابدعت زي كل مره، كل مره بتدي الناس افكار جديده. ارميشها ازاي؟ اه عايز اقول لك حاجه بقى يا دكتوره. ان احنا في ساعة اهو، عشان الناس بس اللي بترجع من الصلاة حيرانة ما ترجعوش حيرانين ولا حاجة. حضرتك انت في ساعة عملتي سفرة كاملة، وكان ممكن نعمل مكرونة كمان، بس احنا ما عملناش مكرونة، عملنا سندوتشات وعملنا كيكة وعملنا كول سلو صيامي، اعتقد ان دي اول مرة تتعمل، وعملنا ملوخية ناشفة بالمشروم، وعملنا حمصنا عيش للملوخيه ولحقته. شفتي؟ حمصنا عيش للملوخيه يا جماعه. الطبق ده كده الملوخيه دي بقى يا جماعه صعيدي، نحط عليها كده قرنين شطه من اللي هم بتوع زمان، اللي هم زي الشلاوله وكده، دول بيدوها طعم ونكهه رائعه جدا. كويس؟ نبتدي بقى نشوف القصة تمشي ازاي. عيش مقرمش. طب يا شيف انت هتتغدى واحنا واقفين؟ نجيب بقى خمس ترغفة ونقعد جنب الملوخية دي. وبصل بقى. وبصل بقى وحاجات. تسلم ايدك يا شيف، ابدعت زي ما كنت بقول من شوية، بتدي للناس افكار جديدة ومختلفة، وان احنا ما نبقاش كده محتارين في الصوم نعمل ايه في وقت قليل وبمكونات قليلة وحاجات بسيطة جدا مش مكلفة. كويس ان احنا ناخد كده فترة الصوم نرتاح شوية من المصاريف، مع ان برضو الدنيا يعني مش قد كده، بس ان احنا بنحاول ان احنا نكمل الايام بطريقة حلوة بسيطة، ونرضي بقى كل الاطراف اللي حوالينا. تسلم ايدك يا شيف، ابدعت. ميرسي يا دكتوره. بمنتهى البساطه وباقل التكاليف عملنا سفره فخمه جدا، عملنا سفره متنوعه، عملنا سفره مطعم، كيك بشاي، سندوتشات، فطيره بالخضار، معانا ملوخيه بالعيش الناشف، شهيه جدا، حاجه رائعه جدا. السفره قلنا المجال يستحمل كل حاجه. بشكرك يا دكتوره، وبشكر الشباب الحلوين اللي خلف الكاميرات، وبشكر حنين على الملحوظه الحلوه، واندرو صديق البرنامج، وكل اصدقائنا. احنا بنشكرك جدا، بشكرك جدا. دايما مبدع. كل سنه وانتم طيبين. متألق. كل سنه وانت طيب. بشكركم جدا مشاهدينا، بشكر فريق العمل الجميل خلف الكاميرات، ونشوفكم في حلقه جديده من هي يومي. الى اللقاء. تستنيه هي ومين، هي ومين، ما هو علشانك.
هي ومين أكلت شهية مية في المية أصناف جديدة في هي ومين خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى نحو علشانك هي ومين وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين هي ومين